أدى وزير التجارة والصناعة زياد العذاري اليوم الصباح زيارة للسوق المركزي ببير القسعة وين عاين أسعار بعض المنتجات الفلاحية الخضار والغلال والأسماك قبل شهر رمضان المعظم. وأكد العذاري أن الأسعار انخفضت مقارنة بالأشهر الفارطة وأن الفرق المراقبة الاقتصادية باش تواصل مراقبتها لمسالك التوزيع للمحافظة على الأسعار، وأشار أن الاستيراد لن يكون إلا في الحالات القصوى قصد تعديل السوق. في شهر رمضان ان شاء الله الاسعار باش تكون معناها في مستوى معقول، وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه انه منذ اسابيع الاسعار توندونس اللي بيسير قاعده تطيح بشكل كبير. اليوم اسعار متوفره بشكل كبير وبشكل معقول، معناها البطاطا 700 بعد ما كانت 800، اليوم تشوفوا انه الطماطم ايضا من 2500 دينار واقل، اليوم الفلفل كيف الاسعار الخضر ايضا بخلاف الخضر الاسعار تاع الغلال كلها او المتوفره بكميات كبيره والحمد لله صابها كبيره ان شاء الله السنه في كل الغلال، وايضا الاسعار معقوله معناها وفي متناول ان شاء الله التونس الكل. دونك اليوم معناها اللي نحب نطمنوا به انه من حيث الكميات ومن حيث التزويد ومن حيث الاسعار يعني الامور الحمد لله لبس. بطبيعه الحال فما عمل على مستوى مسالك التوزيع وعلى مستوى الحلقات باش ايضا الفلاحه والمنجين يلقاو رواحهم في العمليه هذه باش كل الحلقات تخدم بتناسق وبانسجام. هذاك علاش احنا مش كثفوا الرقابه في الاسابيع القادمه، مش نطلقوا يعني حملات وطنيه على كل المستويات وفي كل الجهات من اجل انه يتم التحكم في هذه المسالك ومراقبتها. المنظومه الاعلاميه اللي توا شفتوها واللي ان شاء الله في معنا 10 ايام باش نعملوا الاطلاق الرسمي للمنظومه هذه ايضا مش تسمح بمزيد يعني شفافيه في الاسعار وفي على مستوى الاجراءات وعلى مستوى يعني تجنب كل ما يمكن ان يؤدي الى التلاعب او الى الخطا على مستوى الاسعار. الرقابه على مستوى المنتوجات البحريه كلها موجوده وقائمه في كل المعابر الحدوديه وقاعدين نكثفوا فيها. نمشي ولا ولايه زغوان لحوم البيضاء والبيض، شوفوا اكثر تفاصيل في تقرير هذا. توفر ولاية زغوان رصيد متميز من الإنتاج الوطني للحوم الدواجن والبيض الموجه للاستهلاك، حيث تقدر طاقة الإنتاج الجملية من الدواجن بمليون وخمسمائة ألف طير في الدورة بحساب ثلاث دورات في السنة، وتبلغ طاقة إنتاج البيض الموجه للاستهلاك حوالي 7 مليون بيضة في الشهر. منتوج من لحوم الدواجن والبيض يحمل مواصفات ومقاييس الجودة المطلوبة، منتوج قادر على تغطية كل الاحتياجات اللي تطلبها السوق بالجهة، بالإضافة إلى التوزيع لبعض الولايات القريبة خاصة مع حلول شهر رمضان، وفق ما أكدوا السيد مراد جعفورة مدير بالنيابة لدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، واللي أكد أن قطاع الدواجن في زغوان في وضعية صحية جيدة ولم تسجل عينات من الأوبئة والأمراض الخطيرة. بالنسبة للاستعدادات لشهر رمضان كما تجرى كل عادة كل سنة نبدأ نحضروا قبل الاستعدادات. بالنسبة للقطاع الدواجن عندنا كميات المتوفرة المحضرينها شهر رمضان عندنا حوالي 300 طن بالنسبة للحوم البيضاء، 300 طن لحوم بيضاء تتضمن 170 طن لدجاج اللحم وقرابة 125 طن للديك الرومي وخمسة أطنان لحوم أرنب. شركتنا تنتج كمية ما يكفي ولاية زغوان وما أكثر من ولاية زغوان، توزع حتى خارج ولاية زغوان من الدواجن في مراكز التربية ثم نقلها إلى المسلخ لنا ويقع ذبحها وتهيئتها وتوزيعها للجميع التجار هنا في تجار الدواجن في ولاية زغوان وخارج ولاية زغوان حتى بتوصل العاصمة. من جهته أفاد صالح لبيض صاحب شركة إنتاج أنه وفرة الإنتاج ساهمت بشكل مباشر في انخفاض نسبي للأسعار، غير أنه ارتفاع كلفة الأعلاف اللي تم توريد كل من موادها الأولية وارتفاع أسعار أمهات الدواجن الموردة أيضا من الأسواق الأوروبية وعدم حماية الحدود من التهريب وفتح المجال للدخلاء يمثل عائق للمهنة.
بمناسبة شهر رمضان المعظم تم إقرار تخفيض بنسبة 5% في سعر المياه المعدنية المعلبة إلى جانب توفير تخزين احتياطي ب 85 مليون لتر لتلبية حاجيات التونسيين والسياح خلال الشهر الكريم والصائفة، وفق ما أكد المدير العام لديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي. وأوضح أيضا أنه إقرار التخفيض خلال شهر رمضان تم بالاتفاق مع نقابة منتجي المياه المعلبة، وأشار إلى أنه منتوج العام هذا من المياه المعلبة يقدر بمليار و50 مليون لتر في السنة، أي ما يقارب 127 لتر لكل مواطن، لتحتل بذلك تونس المرتبة 12 عالميا من حيث الإنتاج والاستهلاك. قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة الشيخ روحو أن مساهمة الشركات البترولية في ميزانية البلاد تراجعت من 3 مليار دينار في الفترة بين 2009-2010 إلى مليار دينار في سنة 2017، وأشارت إلى أن 80% من مداخل الشركات البترولية تعود إلى خزينة الدولة. وأضافت الشيخ روحو أنه على الرغم من أن تونس ليست من كبار المنتجين في قطاع المحروقات، إلا أن قطاع توزيع المواد البترولية المنظم يوفر 15 ألف موطن شغل و800 نقطة توزيع للمواد البترولية على كامل أنحاءه، ويمكن خلق 500 موطن شغل إضافي.